جونا 10-12 مع يوسف البحري. جونا 10-12 يا فامنا 6-12 على يا فام أحلى غدير. صباح النور، صباح الفل. يوم الخميس 13 أكتوبر سامحوني 2022، إن شاء الله نهاركم زين، الناس كل موفق، للناس الكل، كل الفريق حاضر كالعادة. أمين أبو غنجة في الإعداد، نور بولابيار في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، وكل فريق لريزو سوسيو فيسبوك انستغرام تيك توك راديو إي إف إم. إن شاء الله جاوكم كيما جاونا نحن، جاونا 10-12. انتم تسمعوا في جونا 10-12 مع يوسف البحري. جونا 10-12 يفهمنا 6-12 على يفهم احلى راديو. كل الاخبار www.efm.tn على الموقع الرسمي نتاعنا، تلقاو كل الاخبار كالعاده. فيزا العرفاوي تكون معانا للميديا ماج، هاي لهنا هي خنصبحوا عليه. صباح النور فيزا، شنو احوال؟ الحمد لله لاباس. بعد الاخبار، بعد الاشهار باش ريد دي ولا داخل بعد اليوم، بعد الاشهار باش نحكيو على اخبار الميديا. عنا برشا اخبار ساسوها كالعاده في المارشي، زينوبه في الكوجين، اخبار رياضه مع امين جلانزا، وخضره حرب في برنامجنا. ولي جيمر اليوم قعدوا برانشي معانا في جونا 10-12، نحكيو على اوريدو ايزي كوب اللي باش تتعمل في قصر المؤتمرات، كل التفاصيل في اخر البرنامج. يلا الاشهار راجعين معكم حتى نص النهار. بعد شوية مكملين في جوك 10-12 مع يوسف البحري على إي إف إم أحلى راديو. في 90 دقيقة، البرنامج السياسي الأكثر مشاهدة على اليوتيوب، عودة بالتحليل والتعليق في متابعة حينية للأخبار والأحداث في تونس والعالم. وجدي الدوسي ونقاط ساخنة في 90 دقيقة يوميا من الاثنين للجمعة مع خلود المبروك، نص نهار على إي إف إم أحلى راديو. من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار، جونا 10-12 مع يوسف البحري. جونا 10-12 إي إف إم 6-12 على إي إف إم أحلى راديو. العشرة وخمساشن دقيقة على يفهم أحلى راديو. شكرا على الاستماع، عقدوا برانشي معنا يفهم تي في صوت وصورة كالعادة عشان يوتيوب تاعنا راديو يفهم. يلا توتسويت أخبار الميديا، ميديا ماك. ري بونجور فيس، ري بونجور، مرحبا بيك، مرحبا بلي اسمعوا فينا الكل. نبداو ميديا ماك بلي صار البارح في برنامج معز بالغربيه هنا تونس، وين كان موضوع الحلقه ما يحدث في جرجيس، واللي كان ضيفه بالتليفون ولي مدنين، لكن المكالمه ما كملتش. نسمعوا اللي صار ونشوفوا علاش. خليني ناخذ كلمه اخيره من سيد الوالي. سي سعيد، سيد الوالي تفضل، لك كلمه اخيره في ثلاث دقائق. مداخله اخيره، ماذا بينا خطاب تطميني الان، خطاب للمواطنين، اعطينا كلمه للمواطنين. هاي اسمعني ساعه، خلينا نعقب على المتدخلين. تفضل، عندك دقيقتين نشوفها وقت البرنامج. شوف سي معز، انا تتفحى بلاتوات بالطريقه هذه وبالمستوى هذا ما يشرفنيش واحد. من فضلك، من فضلك. شكرا لك سيد والي، شكرا لك سيد والي، سيد والي سعيد بن زايد والي. والله حتى انا ما يشرفنيش، شكرا، شكرا، نتحاوروا معك. شكرا على التدخل، شكرا على التدخل، شكرا سيد سعيد بن زايد والي الاثنين على هذا التدخل. هو معز للاسف راهو من هذا، من هو توا بكل صراحه توا السيد الوالي احدى نتفاهموا الوضعيه. بلي كيفاش نعملوهم بالتوات؟ شنو نعملوا؟ بيجيو صراحه يقولوا هاي تفضلوا، ما احنا من السلطات قاعدين نخدموا بالبدا يا اخي. هذا مطالبين باش نعملوا لازم تستشير السيد الوالي. ما سامح دقيقه، ما ناخذ الشهادات بتاع مواطنين، معناها شنو يقدح في. هل ترى يوسف انه التصرف هذا هو الافضل، ولكن من الاجدر انه يسمع ويواصل اللي صاير في جرجيس ويوصل الروايه الرسميه؟ تسمعني الكلام في البلاتو نتاعي ما تبيعش قص عليك اللونتين، معناتها المشكله في المسؤولين يا يوسف. ما يحبوش الراي والراي المخالف، ما يحبوش، وسامحني فيز تعشني وليت زاده، ما يحبوش انه نعطيو الكلمه للعبيد. يعجبكش زاده، مو لازم نعطيو الكلمه للعبيد، العبيد تعيش في وضعيه معينه، لازم العبيد تتكلم على وضعيتها في جرجيس.
جرزيس ولا خارج جرزيس، لانه تو لينا نحكيو على تونس كامله تعيش في وضعيه خايب حتى في الاخبار وفي البرامج يعني ما عادش نجمو نعتمدوا سورس اوفيسيال كهاو، لازمنا نعتمدوا برشا مصادر باش نتحصلوا نحنا على المعلومه. ولي مدنين تنوليو نكلموا مرجين نقولوا بلي شكون نعدي، وهو يعطينا ليستا باش نكلموا شكون نعدي وشكون يتدخل وشكون يقعد. تحيه لمعز بن غربيه الحقيقه، خاطر انا واحد من الناس نعمل نفس الحاجه، نقص لونتي بيان سور. نتعداو الاخبار الاخر، وين تمكنت الوحدات الامنيه التابعه لاقليم ومنطقه الامن الوطني في القصرين البارح من القاء القبض على زوز اشخاص مشتبه بهم بالشعوذة، وحجزت الوحدات الامنيه لديهم عددا من الصور الخاصه باعلاميين وفنانين واطباء وامنيين وغيرهم وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم في انتظار عرضها على الجهات القضائية. كما حكينا قبل قلنا العبيد بالحق من الضغط يمكن تتولي تتوجه للحكاية والشعوذات والحكاية هذية، معناها إذا ما تصويرتك غادي إن شاء الله ما يتفرج في ميديا ماج، إن شاء الله ما يتفرج لا في جولة ديزدوز لا في ميديا ماج، إن شاء الله يتفرج في أخبار الرياضة مع جلانزا بعد ساعتنا الثانية يكون موجود. لطف يا ربي العبيد، فهمت الأخبار اللي بعد في هايكا تصويرة جلانزا، هايكا تولي تصويرة جلانزا محطوطة تحت التصاور. نمشي ونتعديو كوباراب هذيك، نتعديو لتدوينة الإعلام. أنا شاطر شوية الرأي، ميمسي برنامج ممتاز محلي بيان سور، بداها نذكروا اللي بداها زميل برهان بسيس وتسلمت المشعل عليه فرح، صديقتنا فرح برجب. تحية ليهم الاثنين، تحية ليك انت فايزة، ميرسي بوكو. ميديا ماك تلقاوها على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام، تقابلوا غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت مع فايزة اخر اخبار الميديا. اليوم في جولة ديز دوز باش نحكيو على حدث باش يصير نهار 18 اكتوبر في كلوب هاوس جامرت، نحكيو على لو ديفي دو بريز جلاس جيون. فرحانة أنه يكونوا حاضرين معنا اليوم مريم حمروني، بزنس إيفنت مانجر وكلوب أنتربرنور. مدام مريم أهلا وسهلا، مرحبا. ونيلة بالحاج علي، كوتش في تظاهرة بريز جلاس جيون، مرحبا بك مدام. مدام نيلة ومدام مريم مرحبا بكم. نبدأ معك مدام مريم، شنو الكلوب أنتربرنور؟ كان نعطيه فكرة للناس شي يعمل الكلوب هذي، شنو الأنشطة نتاعو؟ بي بور كومونسي تحيليو، مرحبا مرحبا بي. دونك بي جوست حبيت نفسر حاجه اللي هي بارابور الاسم لو كلوب انتربرونور، خاطر فما معناتها برشا عبيد يغلطوا اللي عندهم ليدي اللي هو سيت ان كلوب ويلزم فما معناتها كيما نقولوا فما دي ممبر وعبيد باش تخلص ولا باش تقيد وكل. نو سي با لو كا، دونك جوست اسمه لو كلوب انتربرونور. اوكي. اي سيت ان ريزو بروفيسيونيل ان في لو نيتوركينغ، دونك لو ريزوتاج ان فيت pour voilà يعني معناتها ليفينمون ككل معمول، والكلوب هذايا انه العباد تعرف بعضها، يصير كيما نقولوا تلاقي ما بين الناس باش يصير ايكو سيستيم، سواء في الخدمه ولا في دي بروجي بالطبيعه الكل مع بعضكم. هذا الكلوب انتربرونور نهار 18 اكتوبر ان شاء الله بريز جلاس جيون. ديجا علاش بريز جلاس؟ ما انت علاش اسمه مدام نيلة كتب جواب؟ علاش اسمه بريز جلاس؟ بيان سور ان فيت بريز جلاس علاش؟ خاطر نعرفوا اللي دون شاك ايفينمون وقت اللي يجيو العباد تصعب عليهم باش يسو كونيكت، معناتها باش يتواصلوا مع العباد اللي بداو موجودين دون ليفينمون هذاك بيدو. دونك كل واحد يبدا قاعد على روحه كيما نقولوا ساكن بابوشتو، يحكي مع العباد اللي يعرفهم، يتكلم مع جماعه اللي يعرفهم، ما يقربش للناس الجدد. احنا ليفينمون هذايا لو بوت نتاعو كيما قالت مريم كري دي كونيكسيون، معناها تواصل بين العباد، هما فرص. احنا ليفينمون لو بوت نتاعو هو خلق فرص، خاطر سي دي بروفيسيونيل اللي باش نلقاو دي كادر دان دي انتربريز، باش نلقاو دي ديريجان دان دي انتربريز، باش نلقاو دي بريستاتير دو سيرفيس معناتها دي انفستيسور، دي انفستيسور كيما نجمو نلقاو زيد ناس تخدم ولا تلوج في خدمه ولا تلوج باش تبدل الخدمه. دونك لو بريز جلاس هذايا باش يكسر ان فيت بريز جلاس شنو هو؟ بريزي لا جلاس، تكسر الحاجز، خلينا نقول الحاجز اكزاكتومون لا بارير اللي تنجم تكون بين العباد.
في كلوب انتربرونور دابيتود معناتها في لي سيسيون اللي فاتوا وهذايا نذكر كما قالت مريم اللي هي سي لا 25e اديسيون دو كلوب انتربرونور اللي صار اللي تعودنا باش نشوفوه اللي لو بريز غلاس كان يلوكوبي معناتها اون بارتي صغيره من ليفينمون عندنا دي تيمونياج نتاع دي شيف دونتربريز اللي يحكيوا على سكسس ستوري نتاعهم صار زاد باش معناتها سي بلوزور تيماتيك اللي صار et la partie brise glace تكون معناتها elle occupait juste وقت صغير وقت صغير المره هذه on a décidé de faire un brise glace géant هكاك يكونوا العباد يتعرفوا على بعضهم يخلقوا دي كونيكسيون جدد يخلقوا فرص جدد ملي يبدا ليفينمون لليوفا دونك comment ça va se faire ça va se dérouler على ثلاثه trois parties donc ça sera animé par une équipe de coach professionnel et certifié des formateurs certifiés également اللي هما انت منهم مدام انا منهم وي انا منهم ودايغ نوجه التحيه لزملائي لي كوتش اللي هما سحر الويتي مهدي ورش ليلى زويتن نيديا اسطنبولي ومنى بن حاج حسين توت ليكيب كي سورا بريزونت دونك اون سرا سيت امنيس سيت كوتش Et on va animer trois activités. Donc, ça va se dérouler par binôme. معناتها كل زوز ils vont animer une activité. Et les quatre, l'اخرين, باش يهبطوا على تيران, باش يلموا العباد هذوكم, باش يقربوهم من بعضهم. هكاكا ما نحسوش اللي فما واحد قاعد حاشم باش يحكي ولا على ليكار. معناتها باش نعطيو الفرصه للعباد الكل باش يكونوا موجودين. دايوغ, جانفيت العباد الكل اللي يلوجوا على. فوالا, هذاك الشيء شكون العباد اللي تنجم تجي للكلوب انتربرونور C'est ouvert au public. Voilà, c'est ouvert au public. C'est ouvert le nez qui m'a dit là où je suis force à Jidam Taramel, là où je suis force à un prestataire de service, là où je vais faire un Jidam avec de nouvelles entreprises. Le secret de réussite dans le business, c'est le networking. Bien sûr, le réseau. Le réseau est le plus important. Ou l'événement interne, c'est du réseautage, c'est du networking. ملي تدخل للي تخرج للي تخرج باهي برشا باللي معناتها ما تنجمش تكون ديسو كي تحضر معنا على خاطر باش تخرج نو سولمون افيك دي كونيكسيون فرص بعلاقات بتواصل مي انسوي مي اوسي اون فو ريزيرف بوكو دو سوربريز باهي برشا مدام مريم لو كلوب انتربرونور قلتو 25ايام اديسيون هذايا نتصور في لي 24 اديسيون اللي تعداو صاروا دي كونيكسيون مع عباد فما دي بروجي تطوروا خرجوا من الكلوب انتربرونور موجودين موجودين اي اكيد صاروا معناتها في لي زيديسيون اللي فاتوا ودايوغ باغمي معناتها لي زيفينمون اللي الاخرانيين اللي صاروا اللي هما ذا هاوس اوف انتربرونورز اللي كانت اديسيون صار فيها سورتو معناتها الانتيغي نتاعها اكثر حاجه هما بور لي ستارت ابور ومعناتها لي بروجي جدد داكوغ معناتها لي جون انتربرونور وفما كيف كيف ليديسيون اللي صارت اللي هي Meet the Women Entrepreneurs اللي هو سيتي pour les femmes dirigeantes d'accord donc اكيد صاروا معناتها فما معناتها حاجات دي مارشي ولا جو سي با دي بروجي كبروا دي بروجي effectivement كبروا ولا حاجات كيما هكا وي بيان ايفيدامون مهم جدا بالطبيعه لاي انتربرونور كيما قالت مدام نيلا انه يكون عنده ان ريزو خاطر اهم حاجه لانه الانتربرونور وحده خلينا نقولوا في المارشي مدام نيلا دونك لازم يصارع برشا حاجات وحده ماهوش تحت شركه ومش يخدم ماهوش امبلوي يخدم روحه في الكوتشينغ كيفاش اون كوتش لي جون انتربرونور انه معناتها كيما انت قلت بريز غلاس هذيك خلينا نقولوا فسروها بالعربيه راهو معناتها ليفونمون هذا باش نكسروا الحاجه باش نحيوا الحشمه باش نمشيو وندافعوا ساعات خاطر فما عباد راهي ما تعرفش تدافع على البروجي نتاعها ويبدا بروجي مزيان برشا شنو لي زوبستاكل اللي تعدى بهم انتربرونور سورتو خلينا نقولوا لانه كونتكست ايكونوميك وكل شيء موجود في تونس انه يعوج نوعا ما الانتربرونور احنا être optimiste bien sûr عاملين un événement كامل باش يكون optimiste voilà احنا ما نعوجوش تونس تبارك الله فما بيبان تتحل بيبان تتحل effectivement et on y croit وهذاك علاش احنا les coachs on est là باش
on accompagne en fait, que ce soit les entrepreneurs ou les jeunes dirigeants ou les dirigeants ou peu importe, معناتها toute personne اللي حاشتها باش حد يعاونها باش يقدم معاها باش يضوي لها طريق باش هي تنجم تلقى طريقها باش تخطف باش تخلط الاتان الهدف نتاعها. لوبجيكتيف نتاعها. فوالا لوبجيكتيف نتاعها. مشكورين برشا مدام نيلة بالحاجة علي كوتش في التظاهرة بريز جلاس، مهم جدا راهو لي زونتربرونور واي انسان حامل بروجي ولا فكره انه يكون متواجد معاكم. مدام مريم حمروني بزنس ايفنت مانجر وكلوب انتربرونور، خلي لكم كلمه الختام، ذكرونا وقتاش وين بالضبط. Alors, l'événement Hedeya Bechissir mardi prochain, donc mardi 18 octobre à 18h30, 7 aounos, dans le Clubhouse Gamart. T'najmou t'otrelou à la teskerti.tn, bech t'ekhdou les billets m'taqom. Ok. Ou elle t'emchiou fait les points de vente m'ta teskerti.tn, bech t'ekhdou les billets. Ou fama un petit lot, les bech yokad, m'ta selon le stock, dans la limite du stock disponible. باش يتباع في اللوجي معناتها في الايفينمون. قداش البي يكون للعباد اللي تحب تجي ان شاء الله؟ 80 دينار. 80 دينار وفيه 20 دينار كونسوماسيون. باهي برشا، مهم جدا. بزنس ايفنت مانجر مدام مريم حمروني ومدام نيره بالحاج الكوتش في التظاهر ذي بريز جلاس، نتمنى انه برشا بروجيات تتحل وبرشا بيبان تتحل. لي زونتربرونور التوانسه نعرفوا الوضعيه، نحن ماذا بينا نكونوا اوبتيميست، نعرفوا الوضعيه وان شاء الله الامور تتحل للناس الكل ان شاء الله. نكون متفائلين بالطبيعه. نهار 3 18 اكتوبر ان شاء الله في كلوب هاوس قمر. شكرا لكم. ميرسي بوكو. ميرسي اي اف ام. 10:30 دقيقة ترتيحة بالموزيس، والناس اللي مازلت شادة الصف في الكيوس كالعادة إن شاء الله ربي معكم وسعوا بالكم، واحدة واحدة الأزمة وتو تتحل. 10:37 دقيقة جينا زينوب، أهلا وسهلا. أهلا 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 بالصوت المزيان. نحوالك هاي الصوت هارب جملة مش موجود. الله غالب. تغني البارح؟ بيت أغني كلب دو شان؟ لا من إتشود نهار الثلاث كلب دو شان، نهار الأربع إتشود. أيوا زينوب راهي فان برشا بالكلب دو شان وفن وجو. أيه فن وجو مطربة هي لتو خلي تصلح صوتها تو نسمعها نونو في في الأيام القادمة إن شاء الله. قبل ما نمشي لأختنا ساسو اكسبسيونيل مول اليوم معك انت ديريكت مول كوجينا قبل المارشي لو طون أختنا ساسو تخلط خرجت تظهر لي من حومتها اليوم. لا خرجت اليوم خرجت لا لا كانت بحثينا لهنا صبحت عليها كوجينا مع زينوب. لاش عنا اليوم دخلنا في الشتاك اللي انا قمت هكا على حسك تك 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 والله حس الشتاء محلي على الاخر على الصبيح وبعد تليفوني فبر انا خصيب وشتاء خبط في مقرينه وين نذكر فيه دونك حس الشتاء وقمت على تليفون بوغانجا قالت لي قوم قومني لا به توا باش نعملوا قلت لها شتيت حسوب لك عابر هذا دوما قمت منه والله برافو برافو زيرو جيني الالهام على حسوب لك عابر حسيت بالطقس نتاع حسوب اي هو شوي اي والغسيت سهله برشا وما تكلفش برشا في كل كعابر اللي مفروم نعملوهم صغار على الاخر وياسر ياسر بنينه وفيوحه دونك الغسيت نتاعنا باش نستحقوا اللحم مفروم كنت جيت صغيره حتى 100 غرام يعمل لكم خاطر باش نعملوا كعابر فريمون صغار وباش نستحقوا ثوم باش نستحقوا طماط كونسونتري باش نستحقوا هريسه عربي زيت زيتونه وباش نستحقوا للفرينه دونك اول حاجه شنو باش نعملوا باش ناخذوا كل لحم مفروم نتاعنا ونفوحوه بالقدي باش نفوحوه بالملح والفلفل الاكحل والفلفل الزينه ونحطوا فيه شويه هريسه عربي ونزيدوا نحطوا معاه برشا ثوم هو اللي باش يبن ونزيدوا معاه رشه نعناع شيح والتيبل بيان سور ونفوحوا كل لحم بالقدي 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 ونعملوهم كعابر فريمون صغار باش كي تاكل الشوربه بالمغرفه يجيوك زوز كذا كعبرات لحم باهين هكا يبداو صغار يتهزوا بالمغرفه ويجيو ياسر ياسر بني نعرفش توا كي الجماعه اللي يتفرجوا على فيسبوك ويوتيوب توا يشوفوا في الفيديو كيفاش عملتهم صغرونين على الاخر ولا ستيس نتاع اليوم لازمكم تبلوا ايديكم بالماء قبل ما تكعبروا الكعابر باش اللحم مفروم ما يلصقش في يدكم وكيكا تبدا الخدمه بلو رابيد بلو رابيد تك 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 اما سي بانك الكعابر نتاعنا مفوحين وكعبرناهم بالقدي وكل شنو باش نعملوا باش ناخذوا الكسرونه نتاعنا
اسمع، كان عندكم وقت اذا استوس ندخلوها في وسط دخل هاي. كان عندكم وقت اعملوا كونتيتي كبيره نتاع كعبر وحطوهم كعبر كعبر في بلاتو تحتو بابي كويسان، حطوهم شويه في الكونجيلاتور باش يبسوا، ومن بعد حطوهم في ساشي ورجعوهم في الكونجيلاتور نيين يقعدوا نيين وعليش. وما طيبوا باش نهار اللي فريمون تحب تطيب في ساعه في ساعه ما تقعدش تفوح في الحموض كعبر ودرشنا تجبد داك الكعبر وتطيبهم طول ديريكت. دونك شنو باش نعملوا؟ اول حاجه باش ناخذوا الكسرونه نتاعنا باش نحطوا فيها زيت زيتونه وناخذوا اكل كعبر اللحم مفروم اللي فوحناهم بالقدي وباش نقليهم في الزيت. ينفع هكا حسيناهم بداو يحماروا كل كعبر باش نحيوا الكعبر ونخليوا الزيت اللي ديجا المطعم خرج فيه لفحات نتاع الكعبر اللحم مفروم. دونك بعد باش ناخذوا طماط كونسنتري مغرفه طماط كونسنتري ونص مغرفه ابوبخي ريس عربي كيما وانتم واش تحبوا الحروريه، وباش نقليهم شويه كان تكون بشويه بشويه في الزيت الزيتونه اون فوا سي بون باش نمرقوهم بشويه مي باش الطماطم الكونسنتري ما تتحرقش. وان باغالي باش ناخذوا بول نحطوا فيه زوز مغارف فرينه ونحلوهم بالماء بالقدي بالقدي. اون فوا حليناهم الماء، الماء هذاك اللي في فرينه هو اللي باش نمرقوا به الحسو نتاعنا. دونك باش نخليوه يتكتك في الغاز ولازم يغلي بالقدي باش كل فيري نطيب والتكستير نتاعو تولي هكا عقده شويه وبنينه. اون فوا سي بون بديت غليت بالقدي والفرينه طابت باش نعملوا رشه هكا نعناع شيح هو اللي باش يبدل لنا الجو الكل. نرجعوا اكل كعابر اللي نحينيهم الاول باش يغرقوا فيك الحسو ويجيوا بنا على بنا ويقعدوا حمر فيك احنا حمر نرنيهم من الاول. ومن بعد اللي حاب يزيد شويه مع النوسي زين بيه، حاب يزيد فلفل بر العبيد، اللي حاب يزيد كبار وتاكلوه بالصحه وبالشفاء وياسر ياسر بنين ويقعد ما تنجموا تعملوا خليه جمع كل يوم سخن شويه وبنين تاع طقس هكا وي تاع طقس ديفي هكا ويبدا موزوز ولا حتى الجماعه اللي عندهم بروده ضربه 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 يتعدى والله والله يبدا الشاي الجير طالع اسمع ستة ورتها الجير شكرا ليك زيرو ميرسي بوكو. الريسيت نتاعك القهوه كالعاده على الباج نتاعنا فيسبوك بها كيما قلت لك نتاع طقس هكا طقس هكا بيرد وبعد اللي حاب يزيد هكا شويه بشماط انا نزيد البشماط يلا نمشيو مع بعضنا لاختنا ساسوها بعد الاشهار وراجعين معاكم بوان مارشي. بونجور ساسوها. اهلا بساسوها، انت وينك يا ساسوها؟ بونجور، مرحبا يا ساسوها. الانوار صبا، مرحبا بك يا ساسوها. شنو الجو انت وشنو الاحوال؟ والله يا صبا بون مش بديش الزرير بون سمعت انا لفين دوزيام تور بون دوزيام تور ان شاء الله تترشح للدوزيام تور تاك الزرير في المرسى انت تاع خلي زرير عاد كريم مانيش اسمع فيك بالقديه سهسوها كل يقص ويرجع الصوت توا نسمعوا فيك. مرحبا بك سهسوها مره اخرى، انت في مرش المرسى قلت لك ان شاء الله تترشح دوزيام تور نهار الاثنين ان شاء الله نتاع الزري نتاع ان شاء الله. احنا رافين رافين جيبه اوكي هاي تسمع فيك ندو بطبيعتها تفهم معه. هو المشكلة قالك اللي غاب غاب قسم وانت غبت وقسمك غاب وين حضرت وقسمي غاب. مسكينة جيت اليوم انا جيت البارح هذيك المشكلة انا جيت البارح جيت اليوم الصباح في بالها الدوزيام تور اليوم في بالهاش نحنا كي الجامعة نتاع الكورة نأجلوا ديما بعد ديما فما تأجيل بعد التأجيل ان شاء الله نهار الاثنين ما انت الشامبيونات تبدا بتاع الزرير. مرحبا بيك سلام. مرحبا بيك سلام. وديع الزرير وديع الزرير انا مرحبا يلا اعطيني اسامي البرشي برشي مباشرة البرشي البرس نحب نصبح عليكم بالنوار ما شاء الله على النوار الموز عن ما في معنا نصفر خلف نتاع المقديره كل نصفر غيره وغيره الاحمر كيف تجي عاطلتي المشاهدين والمستمعين هذايا شوف قديش فيه وشوف قديش محليه نعرف ريحته الله ياسر كانه خاطر حد ما داون نوع عندكم هذايا تاع الاتراك انا ديما نشوف فيه مسلسلات الاتراك ياسر ياسر مزيان ياسر هكا يزوي الله يشرف بيك. وتهدي حاجة
نجيو نحكيو في الاسبوع نتاعنا نذكروا اللي احنا في برد في البرد راد الكل موجوده ما شاء الله ما شاء الله باقي لاباس الحمد لله. نبداو باللوبيا الحاضره بسم الجلال و 250 السلطه الحمراء 1870 مقرعه عرفت دينار و 500 سبح 5000 جنيه الفلفل البقلوس 3100 الخس العادي 5% الخس السوري 5% القراعة الأخضر 3100 باذنجان 2250 البروك 2250 الخيار 350 وحاجة باهية اللي في مرش الناس كل شيء معلقة ولكن كل معلقة لا نتعبوه لا يتعبنا محلاه القمرة 250 القراعة الأحمر 3100 الخس الأحمر 3100 المصري 3100 الكرومز 12 الكرومز الأخضر 1520 الفلفل الحلو 3100 القارب 3150 البطاطا نعطوها 15% والبطراس 250 نشير للأخرى سعر بخيرات ربي كل موجودة الخضر الكل موجود ما شاء الله. اما ديما ساسوا باللي نعقب معاك على الاسوام ديما مرشي المرسى كنوعا ما طلع شويه الاسوام ليه مش تحس كونتريرمون على المرشيات الاخرين يشهي الرمي. اما نقولوا بون ملعبه صغيره هي من عنا نحن وكل مثلا انا كي يجيبش نفرس البطاطا ولا الطماطم مش الماس ينجم يعبيني هو ما غير ما نختار ما فما حتى كعبر مضروبه معناتها فهمت هاي الكاليتي يعني الكاليتي ديما مزيانه في مرشي المرسى نفرق يمكن على المرسيات الاخرين اذا تنجم يعبيك هو وعينك مغمضه كيف ما عينك مغمضه خويا على ثمان تسهسوها كان تحبوا تقضيوا وقضيوا من مرشي المرسى قضيكم تقضيوا وعينيكم مغمضه انا نقول لهز القفه نتاعك اسمعنا وكان عجبك الاسوام والكاليتي اقضي على روحك ديما تحب تخرج روح تخرج روحها من المسؤوليه ديما اعطيني اسوام الغله توي البنان 250 بنان عطلة بس 15200 كل مرة كيفيت الكيوي النهار الكعبة السبايز البلسين نزول ملكي عليه جدا 16200 أبوكا مدام الدنيا شوية أبوكا 10 دولارات جدا بيانا طبعا يتباع في البطن نزول على سنة بتاع العلوش نقل مرقيت 25 دينار البسيط وصل 35 دينار العبرة كيف كيف على 35 نقل زيادة الأربعة وثلاثي دونك نورمالمون زي الأسماء نتاعنا في المرشي باهي برشا 35 زيادة ما شاء الله محلول المرشي مزيان ربي يحفظه اي شكرا لك ساسوا ميرسي بوكو الصوت يتقطع شويه معاك في مرشي المرسى كالعاده فمشكله نتاع ريزو في المرشي هذي كل ما نمشيو لمرشي المرسى هكا هو ما شاء الله الكميل اللي مش كل شيء الكاليتي به هي كنت طلع كل موجود النوار موجود الريزو فماش الريزو الريزو فماش مشكوره اختنا احلام ساسوها الاسوام مرشي تلقاهم كالعاده زد على الباج فيسبوك نتاعنا راديو EFM بعد شوية للي جيمر اللي يسمعوا فينا سيرمون فان برشا دي جيمر مغرومة بالجيمينج باتخو أما المغرومين بالجيمينج فما تورنوام تعجو اسمه فالورانت باش يتعمل في أوريدو إيزي كوب بعد شوية باش يحضر معنا سي مصطفى بن غشيم ديجيتال مانجر في ديريكتور أجوان في الديجيتال وفينانشال سيرفيس و NBO في أوريدو باش يحكي معنا على التظاهرة هذية باش تكون ان شاء الله في قصر المؤتمرات وين باش تجمع لي جيمر الكل وفهم برشا ربح فما برشا ربح يلا وين ما تسمعوا فينا توك سواء في كراهبكم في دياركم تحضر في الفطور صابر ربيعي كوكتيل مزود نحي خمجة كي واش تحمل شطحة ونسي ولا الأخبار ولا الأخبار الخايبة وشوية موجات إيجابية صابر ربيعي وصلكم للميتي والأخبار جونا ديز دوز حتى النص النهار